بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بس بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء. بس عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة معانا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها أمطار أو رياح؟ إحنا طبعا يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدأنا من أمس نشعر بانخفاض في درجات الحرارة. طبعا انخفاض ما كانش كبير، ودرجات الحرارة كانت لسه أعلى من المعدلات، لكن من النهاردة إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة يكون فيها مزيد من الانخفاض عظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، وده يعتبر المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام. لأن إحنا طبعا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فده هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. وكمان مصادر الكتل الهوائيه نفسها، الكتل الهوائيه القادمه من مناطق منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، قادمه طبعا من جنوب اوروبا، فده بيساعد ان احنا نحس بالاجواء الشتويه اكتر، مزيد من الاحساس بالاجواء الشتويه نقدر نقول عليها مائله للبروده فتره النهار، خاصه لو انا يعني في اماكن يعني مش تحت اشعه الشمس، في اماكن فيها ظل بشكل كبير، فهحس بالاجواء المائله للبروده على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه والوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. طقس دافي على المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، واغلب محافظات الجمهوريه اليوم هيكون عليها انخفاض في قيم درجات الحراره. كمان فترات الليل هيكون فيها ايضا مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. صغرى فترة الليل متوقع أن هي تكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبالتالي هنرجع تاني للأجواء الشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، واللي هتوصل لحد الصقيع كمان على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى في الأماكن دي لأقل من 5 درجات. طبعا فرص الأمطار مكملة معانا اليوم، بالأمس كانت أمطار متفاوتة الشدة في بعض المحافظات، اليوم الأمطار هتكون أمطار ما بين المتوسطة تغزر أحيانا على كافة المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يعني احنا عندنا مطروح، إلى اسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، الأماكن دي كلها معرضة لسقوط أمطار في مجملها أمطار متوسطة، ممكن تزيد عن المتوسطة تصبح غزيرة في بعض الأوقات. كمان الأمطار هتوصل للأماكن الداخلية وتكون أمطار خفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وقد تصل أمطار خفيفة المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. يعني احنا اليوم كمان القاهرة الكبرى فيها فرص الأمطار، لكن فرص أمطار خفيفة، يعني الأمطار في المحافظات الداخلية مش مؤثر بشكل كبير. تأثير الأمطار الأكبر بيكون على المحافظات الساحلية. طب حركة الملاحة يا دكتورة؟ هو اليوم الحمد لله نشاط الرياح هيبقى أقل من أمس، فبالتالي هيحصل اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والبحر المتوسط، هيكون طبعا يعني ارتفاع الموج بيكون ما بين 1.5 بيوصل، ممكن يوصل 2.5 متر، فالبحرين هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه بإذن الله، لأن كمان نشاط الرياح هيكون في أماكن محدودة مش في كل المناطق زي أمس. يعني اليوم نشاط الرياح هيكون في بعض الأماكن من السواحل الشمالية، بعض الأماكن من جنوب سيناء، ممكن يخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، مش مثير لأي رمال وأتربة الحمد لله. فالأحوال الجوية هنحسها فيها مزيد من الأجواء الشتوية، الأمطار زي ما قلنا هي أكتر حاجة مؤثرة، هي الأمطار هتبقى على المناطق الساحلية، ومتوقع استمرار معانا الأجواء الشتوية وفرص الأمطار على أماكن متفرقة من محافظات شمال البلاد يمكن كمان لحد بداية الأسبوع اللي جاي. فإحنا على مدار الأيام اللي جاية هيبقى في كميات أمطار خاصة على محافظات شمال البلاد أو السواحل الشمالية تحديدا،
هتختلف كميات الامطار من يوم للتاني، يعني في بعض الايام كميات الامطار خفيف المتوسط، بعض الايام متوسط، ممكن بعض الايام الاخرى يكون الامطار في المحافظات الداخليه مع استمرار طبعا انخفاض قيم درجات الحراره خلال فتره النهار وفترات الليل. فعشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين، مهم جدا في الفتره دي لان احنا عندنا المنخفض الجوي مكمل معانا على مدار اسبوع جاي، مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، أكيد. مهم كمان في المحافظات المعنيه اكتر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه، شكرا. لان هيحصل استمراريه في الامطار، فمهم جدا اثناء سقوط الامطار نبتعد تماما عن اعمده أكيد. الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، وايضا أكيد. تكون القياده بهدوء تام. طبعا اكيد بقى الملابس الشتويه فترات النهار وفترات أكيد الليل طبعا. وتكون شتويه ثقيله، بالظبط شتويه أكيد يا ثقيله. دكتور. طبعا نصايح مهمة جدا من هيئة الأرصاد الجوية. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. فالقاهرة درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 19-12، الإسكندرية 18-13، والعلمين الجديدة 18-14، مطروح 20-12، ودمياط 19-13، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 18-13، أما في السويس 18-14، والعريش 20-13، كاترين 18-3، وطوبة 22-14، حلايب 24-17، وشلاتين 27-16، شرم الشيخ 24-14، والغردقة 24-14، في الفيوم العظمى 19 والصغرى 9، وفي بني سويف 19-9 أيضا، الوادي الجديد 24-7، وأسيوط 20-8، سوهاج 23-9، وإنا 23-10، الأقصر 23-10 أيضا، وأسوان 25-12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمحمد وبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك، شكرا لك يا هلا. شكرا.